انا ذاكرت خلاص وانا متوقعه امتياز. نفسي طبعا يجي امتياز، يا رب يجي امتياز، لكن لو ما جاش امتياز مش هموت نفسي، لان اللي هيجي لي هو ده اللي فيه ايه خير. ده انا على قد مخي اللي كده، ان منما اللي جوه دي ها اللي هم فصين، واحد دمر ولسه واحد قد كده بتدمر، يعني سكتها الدمار قد كده. يا دكتوره سوزان شايفه ان امتياز كويس، اشكال زي امتياز عشان عايز اخش هندسه. طيب هو شايف انك انت مش هتنفعي في هندسه، فجاب لك مجموعي دخلك تجاره عشان شايف انك مش هتنفعي في هندسه. يعني لو دخلتي في هندسه كنت هتتحاولي، كنت هتخرجي بشنبات، هتخشي تجاره عشان هتلاقي واحد هناك مغميين ومستنيكي. هو ربنا بيعرف الخير فين، احنا ما نعرفش. انا بقول لك الكلام ده خطير يا اولاد، عشان انك تثبتي بيه واحده قلبها مكسور عشان مثلا الخطوبه اتفكت، عشان ما اعرفش عندها ايه، ازاي تقفي ايه تقويها يا بنتي. انت المفروض ازاي بتعيطي تقولي بعيط على خيبتي، هذا خيبتك اللي مش عملتي، مش خدتي بالاسباب. ايوه خدت بالاسباب، والله احنا ما غلطنا في حاجه، والله ما غلطنا في خلاص، يبقى مفيش في خير وتعودي كده. وكان واحد زمان قالها لنا، اوعي يعني، كنت دايما اقولها للبنات خصوصا ايام ما كنا في الكليات كده اخر سنه سته كده، العيال يعني بيبقوا بقالهم ست سنين في الكليه، بقالنا ست سنين في الكليه وخلاص بقى كل زمايلنا يعني اللي حامل واللي بتفرش شقتها واللي كده، واحنا لسه قاعدين بن ايه بنذاكر، فبيجي لنا حاله اكتئاب بقى في الاخر خالص بقى، ودموع بقى على طول بنعيط وبتاع، وخايفين من الامتحان ومش الامتحان وبكالوريوس ومش عارفه ايه وبتاع. فانا كنت دايما اقول لبناتي كده، بقول لهم يعني مش البكالوريوس مش المذاكره، او ان هم ما بيذاكروش وبيعيطوا ان هم ما بيذاكروش مش عارفه ايه وخايفين يسقطوا وما اعرفش ايه. فبقول لهم مش البكالوريوس بس، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها ما تستاهلش دمعه مني. إذا كانت الدنيا وما فيها دي لا تعدل عند الله جناح بعوض، يبقى المذاكرة الفسوخة بتاعت دي ها تستاهل دمعة منك؟ أنت المفروض دموعك تبقى أرقى قوي من كده، دموعك ما تنزلش غير على حاجة تستاهل. وعلمونا كده زمان، أوعي تخسري بني آدم أو بني آدمة عشان دنيا، عشان قالت كلمة مش هكلمها، عشان خدت ميراثي مش هكلمها، عشان غلطت فيا في كذا مش هكلمها. وانت بتشوفوا ناس ياما بيقطعوا ارحام وبتقطع علاقتها بامها وبابوها عشان ما كتبتلهاش ايه وما عملتلهاش ايه، علشان حاجات دنيا ودنيويه، الدنيويه كلها. اوعي تخسري بني ادم علشان. جات لي مره واحده ست بسيطه خالص خالص خالص، ما بتعرفش تقرا وتكتب يعني، فجت بتقول لي يا دكتوره سوزان انا ارمله وبربي ايتام وجوزي مات واخو جوزي خد الميراث بتاع الولاد. فقلت لها اوعي تقطعي علاقتك بيه. قالت لي لا انا عملت نفسي مش فاهمه، بس انا عارفه انه خد ايه، ده حقنا، بس انا عملت نفسي مش فاهمه عشان ده مهما كان عم البنات، ولما تحتاجش وشه النهارده بكره ايه تحتاج قفاه. الست في منتهى الذكاء قالت لا ده انا عملت نفسي مش ايه مش فاهمه ان انت كل اللي تقوله انت صح. قالت لي بس كده ده مش عند ربنا يبقى حرام؟ طبعا يبقى حرام، بس شوفي ذكائها. تقول لك علشان ايه؟ ما انا جيت قلت له انت حرامي، لا انت بتقول عليها حرام مش عارف ايه، خلاص واتقطع. لكن هي لوحدها في الدنيا، ودي يوم ما بنت من بناتها هيجي لها عريس هتجيب مين يقعد يتكلم معاه؟ عماها عمهم. شوفوا الذكاء، فطره. مش كده صدقوني، بقول لكم دايما ادعوا النبي بالله عليكم في الايام العشر ايام الجايين دول، ضمن الدعاء اللي تقولوه ربنا يدينا الايه؟ الفهم، ويكفينا شر الايه؟ الغباوه، الغبا، ها؟ اطلقوا النبي، ركزوا في الايام الجايه دي، ها؟ صحيح والله ربنا فتح عليك كده قبل الفجر كده، الفهم يا رب، الفهم يا رب، فهمنا، صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم كده، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، دي مش سهله. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
يا بنت الدنيا كده صح كده، هي كده يا بنت كده. في ناس كده ربنا سلط عليها مخها،